السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء أطفال الصغار، معكم الآنسة رنا من فريق منهاج التعليمي. طلاب الصغار سوف أكون معكم في هذا الكتاب في شرح هذا الكتاب الذي هو بعنوان حياة بلقيسين ويعني علوم الحياة. ماذا يحمل لنا هذا الكتاب؟ يحمل لنا مجموعة من المعلومات التي تفيدنا في حياتنا. هيا لنبدأ في الدرس الأول. عنوان درسنا الأول هو تنشيوروز نتعرف. إذن ماذا نفعل نحن في اليوم الأول في المدرسة؟ نتعرف، نقول أسماءنا للمعلم والمعلم يقول اسمه. هذا هو درسنا لليوم، فلا ننسى هذه الكلمة تنشيوروز ويعني نتعرف. الآن هذه الفتاة ماذا تقول؟ مرحبا أركداشلار بان أضاء. مرحبا أي تلقي التحية، فكلمة مرحبا ويعني إلقاء التحية. مرحبا يا أصدقائي أركداشلار، فكلمة أركداشلار ويعني أصدقاء. بان آدا، وهي هنا الآن تقول اسمها واسمها آدا. لاحظوا اسم هذه الفتاة، فهي عندما بدأت أو بعد إلقاء التحية ماذا قالت؟ قالت اسمها، فهي اسمها آدا. بغن أكلون الجنو، اليوم هو اليوم الأول في المدرسة، فكلمة اليوم بغون الأول في المدرسة الجون. إذن اليوم الأول في المدرسة، فكلمة إل ويعني الأول. إذن هو اليوم الأول في المدرسة. بان تشوك هيجانلي، أنا متحمسة جدا. إذن هذه الفتاة لماذا هي متحمسة؟ آدا لماذا هي متحمسة؟ لأنه اليوم الأول في المدرسة، فكلمة هيجانلي ويعني متحمسة. تشوك كثيرا. سيز نيلر هستديورسونوز، أنتم بماذا تشعرون؟ إذن ما هي الأشياء التي نشعر بها عندما نذهب إلى المدرسة في اليوم الأول طلابي؟ هيا قولوا لآدا بماذا تشعرون. سوف نبدأ الآن بقراءة هذا الدرس. ماذا نشاهد؟ نشاهد في هنا الصف وهذه المعلمة وهنا الطلاب. هيا لنبدأ القراءة. ماذا تقول المعلمة للطلاب؟ مرحبا تشو كلار، تلقي التحية. إذن ألقت التحية على الأطفال تشو كلار ويعني أطفال. بان سيزين أوريتمانينيزم، أنا معلمتكم. إذن المعلمة التابعة لكم أو التي سوف تقوم بتعليمكم. إذن هذه المعلمة تعرف عن نفسها فتقول أدم زهال بورا. إذن تقول اسمها واسمها زهال بورا، إذن اسم المعلمة. فأنا عندما أعرف عن اسمي أقول في البداية أدم يعني اسمي، اسمي مثل محمد، اسمي زهرة، اسمي خديجة. إذن هذا ما أقوله في البداية عندما أعرف الناس عن نفسي. شيمدي سيزدا كندينيزي تنطر مسنز، هل يمكنكم أن تعرفوا أنتم أيضا عن أنفسكم الآن؟ فكلمة تنطر مسنز، هل يمكنكم تعريف عن أنفسكم؟ فكلمة كندينيزي، إذن أنفسكم أنتم أيضا الآن. شيمدي، بدأ الأطفال بالتعريف عن أنفسهم. كيف نعرف عن أنفسنا طلابي؟ نعرف عن أنفسنا بأن نقول أسماءنا. مرحبا، التحية. بان إليف تشيلي، إذن هذه الطفلة ألقت التحية وقالت اسمها واسمها إليف شيليك، إذن اسم الطالبة هذه. الآن دور الطالب. مرحبا، ألقى التحية. بان أفوك كويا، إذن وقال اسمه أفوك كويا، إذن هذا اسم هذا الطالب. إذن كيف نعرف عن اسمنا؟ نلقي التحية ونقول أسماؤنا. مرحبا، بان علي، إذن هذا الطفل يلقي عليكم التحية ويقول بأن اسمه علي. سيزدا كندينيزي أوريتمانينيز ve arkadaşlarınıza tanıtınız. وأنتم أيضا عرفوا عن نفسكم للمعلم ولأصدقائكم. إذن عندما طلابي الأعزاء عندما نذهب في اليوم الأول إلى المدرسة ماذا نفعل؟ نقول أسماءنا أو اسمنا للمعلم وأيضا لأصدقائنا. إذن كلمة المعلم أوريتمان وأيضا الأصدقاء arkadaşlar. ننتقل إلى الصفحة الثانية. هذه الطفلة ماذا تقول لنا؟ مرحبا،
بصلة. إذا تقول تلقي علينا التحية وتقول بأنها سلة، إذا اسمها سلة. Aşağıdaki alana okuldaki ilk gününüzde arkadaşlarınızı ve öğretmeninizle tanışımınız yansıtan bir resim yapınız. قم هنا قم تقول سيلا أنكم يجب عليكم القيام برسمة أو رسمة جميلة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن لقائكم بالمعلم وبأصدقائكم في أول يوم للمدرسة. هيا طلابي أحضروا ألوانكم وأقلامكم وقوموا برسم هنا صورة جميلة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن أول يوم دراسي لكم في المدرسة. أول يوم ماذا نفعل؟ نرسم مثلا يمكنكم أن ترسموا مدرسة، يمكنكم أن ترسموا الصف، يمكنكم أن ترسموا أصدقاؤكم، المعلمة، أن تكتبوا أي شيء. إذن هذا ما سوف تقومون بفعله في هذا المكان المخصص. فكلمة وكل دكي التي في المدرسة الجنون في أول يوم الذي كان في المدرسة arkadaşlar لا ننسى هذه الكلمة ويعني الأصدقاء öğretmen والمعلم tanışma التعرف resim yapınız. إذا فكلمة رسم يعني نقوم برسم صورة. إذا رسم صورة هنا تعبر عن لقائنا في المعلم وفي مع الأصدقاء في أول يوم دراسي. إذا بهذا الشكل طلابي يكون تعرفنا على الدرس الأول والذي كان عنوانه التعرف. إذا كيف نتعرف؟ نقول أسماؤنا للمعلم وللأصدقاء.